تبعية الجنجوم السابع في كل مكان، أهلا بيكم في لايف جديد. احنا النهاردة معاكم من تنظيم والإدارة إعلان عن مسابقة تعليم المعلمين المساعدين للعام المالي 2022-2023. الذين
هذه المسابقة يتعدى 11,000 سؤال تخصص، 11,000 سؤال، يبقى يكون ده بالتفصيل. فبنشكر شكر جزيل جدا للمسؤوليات والزملاء لفضل التدريب والتعليم على الدعم وعلى التعاون الكامل، وايضا الزميلات والزملاء في المجلس الاعلى للجامعات وخاصه لجنه القطاع، فلهم منا كل تقدير واحترام، وكذلك جميع الخبراء والمتخصصين الذين تعاقد معهم الجهاز المركزي للتنظيم والاداره من اجل اداء الاسئله. كمان عايزين يعني في هذا الشهر ان احنا نشكر معالي وزير الماليه ومعالي وزير التخطيط على توفير الدعم المالي اللازم لهذه المسابقه. احنا نأكد ان المسابقات التي تجرى بالجهاز المركزي لتنظيم الاداره لا تدخل بشري فيها على الاطلاق. نرجو من كل متقدم لهذه الوظائف ان يقدر عينا فقط يستعد، لا يوجد تدخل بشري على الاطلاق من التقديم الى اعلان النتائج. فرجاء من كل المتقدمين فقط ان يستعدوا. عايزين نشكر كمان الزملاء والزميلات الاعضاء في مجلس النواب، لان كثيرا منهم اثناء فتره التقديم في مكاتبهم المتعلقه بدعم المواطنين خصصوا زميل او زميله قاعده معاها كمبيوتر ومعاها سكنر، وبتساعد الراغبين في التقدم والراغبات في التقدم في انهم يساعدوهم في ملء الابلكيشن. فهنا انا عايز استثمر هذه الفرصه ايضا لتقديم الشكر لكافه اعضاء البرلمان على هذا الدعم المقدم للمواطنين الراغبين في التقدم للحصول على الوظائف. انا اكتفي بهذا القدر من التقديم، وادعو معالي الوزير فليتفضل مشكورا لشرح تفاصيل وتقديم العرض الخاص بهذه المسابقة. بس عاوز اتكلم عن فلسفه الاعلام التهديدي. طبعا اكرمك الرئيس وجه المبادره بدراسه العجز التهديد دور كثافات الاصول والاقوال. بس نفكر حضراتكم دايما دوله بتردد موضوع زياده السكانيه، فبنزيد كل سنه على منظومه التعليم المصري فوق ال 800,000 طفل. 800,000 طفل دول لو كان ما فيش عجز اصلا بيحتاجوا 16 مليار جنيه، في جديدة بأكبر من الوزن المتاح الإقليمي أساسا. ده لو كنا مبتدئين في العرس، والمعلمين في عرس الجمهور، فتخيل بقى كم معلم زيادة، بيحصل طول عام ميلادي. فبالتالي إذا كانت القضية قضية تاريخية وقضية مستقبلية، لازم نعمل نظام تعليم جديد. نظام التعليم الجديد اللي ابتدى سنه 18 محتاج اجراءات وتدريب مختلف وفكر مختلف، ولسه ماشي قدام، ماشي نص للصف الخامس الابتدائي. فلازم في التخطيط بتاعنا نبقى عارفين مين اللي هيقوم بالمهمه دي في السنوات اللي جايه. قطار التطوير ده رايح لسنوات اولى وثانيه وثالثه اعدادي واولى وثانيه وثالثه. احنا في
4-5 سنين جايين بنتكلم على احتياجات مش بس عددية، جسدية وعلاجية. الفلسفة بتاعت الفكرة احنا عملنا جهد ضخم جدا التعاون مع كذا وزير الداخلية في إعداد خريطة لم تكن موجودة في أول مرة موجودة في هذه التفاصيل للعكس الحقيقي للمعلمين على مستوى الإدارات التعليمية وعلى مستوى المادة وعلى مستوى السن. يعني بنتكلم على عكس تفصيلي جدا جدا جدا، لأن يعني العمل ده عمل ضخم جدا هو خد الوقت ووصلنا للمرحلة دي، وتم عرضه على دولة رئيس الوزراء وتم التشاور في شأنه نبتدي منين ونمشي ازاي 4-5 سنين كبيرة سنتين. فالفلسفة بتاعت الجولة الأولى إن إحنا نقضي تماما على عكس رياض الأطفال. بداية الجولة دي هي مع قضاء على العكس بنسبة 100% في معلمي رياض الأطفال حول الكلية. ثم بعدها نبتدي نتكلم على معلمي الفصل السنوات الثلاثة الأولى. الهدف أو الفلسفة هنا إن في أهم السنوات في تكوين الطفل هي السنوات من رياض الأطفال واحنا طالعين. وبالتالي أفضل المعلمين وأكثرهم تدريبا وخبرة يجب أن يتواجدوا في هذه المراحل، وعشان كده مش عارفين المراحل دي تتعرض لأي مطبات. طيب زي ما حضراتكم شايفين التسلسل بتاع الخطوات طبعا توجيه في خارطة الرئيس لدراسة الاحتياجات المبنية على خريطة عكس المعلمين، قيام الجهاز المركزي لتنظيم الإدارة بدراسة تخطيط الموارد البشرية علشان البيانات اللي تبادلناها الحقيقة معاهم من كل الإدارات التعليمية، التنسيق بين أجهزة كتيرة في الدولة، وزارة التربية والتعليم طبعا، وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي لتنظيم الإدارة، كلنا اشتغلنا عشان نحط التكلفة المالية دي في الاعتبار. ونشكر طبعا زي ما الدكتور صالح قال وزارة المالية والتخطيط والبرلمان المصري على أخذ هذه التكلفة في مشروع الوزارة العامة. ده هيحصل سنة ورا سنة لحد ما نتمم البيئة الخمسين ألف مرة. اتعرض كل ده على دولة رئيس مجلس الوزراء، وقامت الوزارة بتحديد شروط المسابقة، وتعاوننا بين الوزارة والجهاز المركزي لتنظيم الإدارة والمجلس الأعلى للجامعات ولجنة القطاع كليات التربية، مجموعة من الخبراء والمتخصصين بإعداد بنوك الأسئلة اللي قال عليها الدكتور صالح وهيتكلم عليها أكتر، لأن في مجموعة من الامتحانات هتكون متاحة من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مبني على هذه البنوك، ما فيهاش أي عنصر بشري. حضراتكم هتشوفوا التقييم بيتم إزاي هنا، هذه المسابقة لضمان الشفافية بالفضل. برضه نشكر مجلس الوزراء المصري اللي وافق في تاريخ 22 يونيو على تعديل اللائحة لتمكين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليجري هذه المسابقة. المسابقة دي هي في الحقيقة جزئين، جزء للمعلمين رياض الأطفال وجزء للمعلمين الفصل. ال 30,000 اللي بنتكلم عليهم 15,187 هيغطوا العجز بالكلمة في رياض الأطفال، وده بيتوسع أمام حضراتكم على المحافظات. احنا عارفين الاحتياج عشان نسد الحجز ده في كل محافظة، فهيتم هنا 27 مسابقة بالتوازي. في مسابقة في كل محافظة موجهة تماما، وعارفين عاوزين كام واحد بالظبط. يعني في شمال سيناء محتاجين 80، في الإسماعيلية 98، بحر الأحمر 180، وهكذا. طبعا القاهرة والشرقية في محافظات فيها احتياج أكبر. كل ده جاي من خريطة العكس، وده اللي هيتم الإعلان عنه في هذه الجولة من المسابقة. لو رحنا لبقية الرقم، يعني الرقم 15,000 وكسور ده رياض الأطفال، بعد كده معامل الفصل اللي هو للصفوف الثلاثة الأولى، ده برضه بتوزع على 27 محافظة. زي ما حضراتكم شايفين دول يعملوا بقية العدد اللي هو 14,813.
فهنا كأن في 54 مسافة في التوازي، وده هو كبير جدا هيتعمل تنظيم شديد ما بيننا وبين جهاز تنظيم الإدارة، علشان هدف المسابقة في الآخر الحصول على معلمين مهرة بشفافية مطلقة بامتحانات لا يشوفها أي مجاملة ولا أي استثناء على الإطلاق، علشان يشيدوا تطوير التعليم الجديد في السنوات القادمة. ده هدف الجهد ده كله. طيب ايه شروط التقدم من وظيفتين؟ في وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال، شوف مع بعض شروطها. طب كل ده هيعلن على الموقع بتاعنا وعلى موقع جهاز تنظيم الإدارة، إنما طبعا لازم يكون متمتع بالجنسية المصرية، محمود السيرة وحسن السمع، ألا يكون قد سبق الحكم بعقوبات جنائية أو بيضة قضية، ألا يكون قد سبق قصده من الخدمة وهكذا، ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عام للتاريخ نشر الإعلان، وأن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال أو كلية تربية طفولة مبكرة أو تصميم رياض الأطفال والطفولة المبكرة في كليات تربية أو تربية نوعية أو دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية، وألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد، وأن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة اللي الدكتور صلاح هيسألها التفصيل، وأن يجتاز التدريب المقرر، لأن هنا في ثلاث مراحل، في امتحانات اللي هتكون بيها جهاز التنظيم والإدارة، وبعدين وزارة التربية والتعليم هتشترط اختبار لياقة بدنية واختبار صحي، ووراء التدريب على نظام التعليم الجديد. الثلاث محطات هو شرط للتعيين في هذه الوظيفة. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن يبتدئ الامتحانات، ويلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة رفع القومية، لن تقبل الطلبات في حال التقديم من محافظة أخرى. الموضوع ده احنا هنعمله بمنتهى الدية، فكرة التحايل على مكان الإقامة. مشكلة بجد لما نقول عاوزين ناس في شمال سيناء، احنا عاوزين ناس في شمال سيناء، مش واحد يقدم في شمال سيناء وبعدها بشهر يطلب نقله، أول ما هيتعين مش هيحصل نقله في خمس سنين، والعقد شريعة المتعاقدين. احنا بنقول بوضوح إن حصل في المسابقات السابقة هذا النوع من التحايل، وده لن يسمح له، لن يسمح يعني بالعناوين غلط عشان نتعين في حتة ونرجع نطلب النقل أو نجيب استثناءات لهذا. ده مهم جدا. وسداد مبلغ قدره 22 جنيه عن طريق ايداع تفاصيل بقى لتقديم هذه الامتحانات. ده فيما يتعلق بشروط التقدم لوظيفه معلم مساعد لمرحله رياض الاطفال. طبعا بعض الناس هتسال ليه انتوا حاطين شرط، شرطين يعني، لازم يبقى في شرط للصف ولازم يبقى في شرط للشهاده الجوده للتقدير. طبعا شرط التقدير انه جيد ده اقل مستوى من الكفاءه عاوزين نبتدي بيه، لان المعلم الجيد هو هدف كل المسابقه دي، فلازم نبتدي من جيد فعلا طبعا الافضليه للاختيارات العامه. الحاجه الثانيه السن. احنا زي ما اتفقنا مع حضراتكم في فلسفه قوميه للمسابقه. الفلسفه القوميه دي بص على 10 سنين كمان، بص على زياده السكانيه، بص على نظام التعليم الجديد، وعلى استبدال الناس اللي بتطلع معاشها. احنا بنتكلم على موقع من المعلمين يشيلوا التربيه والتعليم في ال 20 و 25 سنه الجايه. ده مهم جدا. وكمان بنتكلم على رياض الاطفال. في الوضع العام. في المراحل. بنتكلم على تخصص معين ودور كبير جدا ومهم جدا، عشان كده السن اللي بتقدم مسابقه كامله مواقف هي متخصصين جدا. طيب الوظيفه اللي بعدها اللي هي معلم مساعد او معلم خاص في الصفوف الابتدائيه، الصفوف الاولى، نفس الشروط العامه اللي هي من 1 و2 و3، وبرضه السن 35، يبقى يكون خريج احد اقسام كليه التربيه او التربيه النوعيه، يعني
ذكيه جدا، صوره شخصيه حديثه، بطاقه الرقم القومي سريعه بالوكيل، صحيح الحاله الجنائيه سريعه، موقعها الجهاز المركزي للتنظيم والاداره او لوزاره التربيه والتعليم او للمديريه في المحافظه. المؤهل الدراسي والمؤهل الاعلى الموجب والدبلوم المهني موقف الخدمه العسكريه او الخدمه العامه، شهاده التاهيل اللي هي بطاقه التدريب المتكامله في الحاله بتاعها، وصوره من ايصال الاداره. المستندات لم ينظر اليها بما تكن ملونه، ورفع اصول المستندات عبر الاستماره الالكترونيه اللي هي بتبقى على موقع التنظيم والاداره. الكلام ده كله كله هيتقدم فين؟ كله ده هيكون التأكد من الموافقات قبل تحميلها، وفي حالة عدم مطابقتها يتم رفض الطلب أو امتحان التزويد. ده بيحصل كتير برضه، هيتم رفض الطلب، ده مهم جدا. التأكيد مهم جدا زي ما قلنا لحضراتكم، إن التأكيد هيتم إلكترونيا، كل ده هيتم على طريق بوابة الوظائف الحكومية وليس موقع الوزارة وليس أي مكان تاني، كله عن طريق العنوان ده فقط اللي موجود قدام حضراتكم في بوابة الوظائف الحكومية اعتبارا من 2/7 هذا العام إلى 24/7 على الرابط الموجود قدام حضراتكم. يبقى التقديم هيتم على هذه البوابة فقط. يمكن هنا كام نقطة كده عاوز أعلق عليهم، والدكتور صالح هيساعدنا يوضح لحضراتكم إيه موضوع الاختبارات اللي بعد ما الناس تقدم هتعمل. إحنا علقنا على موضوع السن وموضوع التقدير. طبعا اللي إحنا الأسئلة التقليدية واللي بتتردد كثيرا، وماذا عن 36,000 معلم و 120,000 معلم؟ ردينا كتير بس بنرد رد نهائي. لا علاقة للمجموعين دول، أنا سبق إن أنا بتكلم عليهم ونحط نقطة عشان يتكلم في الموضوع ده تاني. المسابقة الجديدة لمن يريد تقدم في العمل كمعلم لا علاقة لها ولا أفضلية لأحد فيها ولا استثناء لأحد فيها. كان يتنافس المتنافسون حسب الشروط الموجودة في الموضوع ده. 36,000 معلم كانت مسابقة تعاقد مؤقت ليس فيها وعد التعيين ولا تعطي افضليه في هذه المسابقه الا لما نعدي الامتحانات، ويبقى في بنك خبره في مفاضله بين اثنين يستوي في كل شيء، انما ملهاش علاقه بالتعيين. ال 120,000 معلم دي كانت قاعده بيانات معموله في مكان اخر في مره اخرى، فالورق المطلوب يفضل زي ما قلنا كده مش بقى عن 36,120، مفيش افضليه لحد. المسابقه دي مفتوحه لمن تنطبق عليه الشروط ورغبه التقدم. هنكرر تاني يا جماعه معلش عشان الموضوع ده مهم جدا، سواء في وزاره التربيه والتعليم، مجلس الوزراء، تنظيم الاداره، مفيش حاجه اسمها وصفه فروسيه مجامله لو سمحتم ما تصدمهاش في الموقف ده على الاطلاق، مفيش في اي شكل من الاشكال. تاني حاجة عشان ده هيحصل من أول ما نعلم النهاردة، فيسا مصر هتدعي قدرتها إنها تاخد الورق وتزارع وتصلي فلوس ولا هتجيب الشغلانة. الكلام ده لا وجود له، كله من قبل ما يحصل أهو، إذا حصل فهو نصب وأحيانا المكان الوحيد في مصر اللي هنقدم فيه هو العمارة، والامتحانات فين؟ تنظيم الإدارة. وممكن أسئلة فين؟ فين؟ التقييم هيحصل فين؟ فين؟ مفيش مخلوق في مصر خارج الوزارة أو داخل وزارة التربية والتعليم يستطيع مساعدة أي حد، مهما ادعى أي حد شيء في الناس. بس أنا بقول لكم عشان نقفل الباب على الكلام ده، مفيش حاجة مني خالص، ده بيحصل على الأرض في كل المسابقات، فمحدش لو سمحتوا يحصل لهذه التعاويذ على الإطلاق.
دكتور صالح يتفضل بقى ويشرح لكم ايه الاختبارات اللي بعد التأهيل تم اعدادها بتعاون مع الكليات التربية طبعا تتم ازاي. اتفضل دكتور صالح. شكرا لك. كان الامر ان هو استبعد من استكمال اقيمه الخطوات.
هنتكلم على الجدارات دي بتحطها الجهاز المركزي للتنظيم والاداره. الجدارات دي عامله لكافه موظفي الجهاز الاداري للدوله. احنا استعنا بمجموعه من اساتذه في علم الاجتماع من الاساتذه الموظفين داخل الدوله المصريه الحقيقه. واشتغلنا في ورش عمل معاهم قلنا لهم ايه هي السمات التي يجب ان تتوافر في الموظف المصري العصري. طلعوا لنا سمات. طلعوا لنا 12 سمه. ابتداء من الانضباط وانتهاء بانه يبقى عنده او عندها الرغبه في النمو والتعلم الذاتي. حد بيشتغل على نفسه وما بينهما. فاحنا بنختبر في الجزء ده في الجدار. وعندنا جزء في المهارات الوظيفيه. ماذا نريد من سمات يجب ان تتوفر في المعلم؟ احنا كل وظيفه من الوظائف ليها سمات تتعلق بيها، احنا عندنا مجموعه من السمات الوظيفيه. منها على سبيل المثال التفكير الناقد، منها على سبيل المثال الانفتاح على الفكره، منها على سبيل المثال الادراك والتركيز، مهم جدا المعلم تبقى متوفر في السمات. وبعدين عندنا القدرات العقليه الاي كيو. فدي كفايات سلوكيه، ده اول محور. المحور الثاني وهو الكفايات اللغويه، الكفايات اللغويه. هنا عندنا اختبار في اللغه العربيه ولدينا اختبار في احد اللغات الاجنبيه التي يدعي المتقدم انه يريدها. عندنا اختبارات اللغه الانجليزيه، عندنا اختبارات اللغه الانجليزيه، عندنا اختبارات اللغه الالمانيه، وشغالين كمان في قائمه المدعي. الاختبارات الثالثه او النوع الثالث من الكفايات الخاصه وهو الكفايات المعرفيه والتكنولوجيه. فاحنا في الكفايات المعرفيه برضه عشان الصور يبقى مستعدين. احنا جايبين كتب ابتدائي واعدادي وثانوي في الجغرافيا والتاريخ اللي على مصر. جايبين كتاب التربية الوطنية وجايبين الأسئلة من الكتب اللي احنا درسناها كلنا. فاعرف بلدك واعرف عن بلدك. المشروعات الكبرى التي تتم داخل الدولة. استراتيجية مكافحة الفساد. استراتيجية التنمية المستدامة. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. بيلاقي عن كل الحاجات دي أسئلة. فكل ما يتعلق بالدولة هيلاقي أسئلة عليها. فمهم جدا يبقى ملم. والجزء بتاع الأي دي علشان كده المحور ده وهو محور الكفايات المعرفيه والتكنولوجيه الاي دي مدى ايجابي الاي دي. بعدين المحور الرابع وهو الكفايات التربويه، الكفايات التربويه. وهي الكفايات التي يجب ان تتوفر في المعلم ايا كان. عندنا كفايات تتعلق بالتوجيه والارشاد الطلاب، كفايات تتعلق بالقياس والتقويم، كفايات تتعلق بالصحه النفسيه، التدريس الفعال، استراتيجيات التدريس الحديثة، إدارة الصف، الإدارة والإشراف، ودي كلها أساتذة متخصصين هم اللي عرفوها. وعندنا الجزء الخامس والأخير وهو المحور الخامس وهو الكفايات التخصصية، الكفايات التخصصية، التخصص فاحنا عندنا كفايات تخصصية للزملاء والزميلات المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد برياض الاطفال والطفوله المبكره وهي متعلقه بالعلوم الاساسيه. وكمان عندنا اختبارات تخصصيه لمعلمي الفصل الاول والثاني والثالث الابتدائي فيما يتعلق بطرق ومناهج تدريس المواد وايضا المواد التي سوف يقوم بتدريسها. سحب حكم المحاور الخمسه من الزملاء والزميلات الراغبين في التقدم انهم عليهم انهم يستعدوا. نصيحتين وصيتين مهمين جدا من خلال تجاربنا السابقه. معالي الوزير اكد عليهم واتفضل حضراتكم. تاكد ودقق فيما ترفعه من مستندات. يعني ده الامر بيد حضرتك. تاكد ان اوراقك سليمه، تاكد ان مستنداتك مرفوعه تماما. الامر الثاني استعد للامتحان. تعالى بالتوقيتات المطلوبه. اخواننا في ناس كتير جدا يعني بيجي متاخر فبيضيع فرصته بايده. نحن هنا نطبق الانضباط بشكل كامل. فمن فضل حضرتك يعني اتعب شويه لمصلحه حضرتك. تعالى في التوقيتات، تعالى قبل الامتحان، تعالى يعني بانضباط. حضرتك احنا عندنا هنا فتره الامتحانات بنستقبل الزملاء. يعني في ذكر لو حط الموبايل بتاعه والحاجات اللي بيجي فيها يدخل الامتحان. ممنوع اي الكترونيك ديفايسز، مفيش اجهزه الكترونيه تبقى مع حضرتك وانت داخل الامتحان، لان ده بيعمر حضرتك، بنعمل لك محضر وبنحرمك من الامتحان. فلو اذيت
هذه الفرصة مرتبطة لجميع الراغبين في التقدم والحصول على وظيفة معلم مساعد. نتمنى وندعو للجميع التوفيق، ومرة ثانية نؤكد أن الأكبر له كل الحق في أن يكون له مكان داخل الجهاز الإداري للدولة. يشرفنا ونرحب به، لأن ده أساس الإصلاح السليم، وكمان من حق الجهاز الإداري للدولة أن يستقطب أفضل أبناء هذه الدولة من أجل تطور حق الدولة المصرية أنها توصل أفضل إلى هنا. شكرا لحضراتكم، شكرا جزيلا، ولو الزملاء بقى الأستاذة نسمة والأستاذ المستشار الخطاب. معالي الوزير الراغب معلومه اللي قاله الدكتور صالح تفاصيل اختبارات شيء مهم وعظيم، بس نفتكر متطلبات القبول للوظيفه ثلاث مراحل. المرحله الاولى اجتياز الاختبارات المعده من قبل الجهاز المركزي لتنظيم الاداره وفق الخمس محاور اللي الدكتور صالح شرحها، دي مرحله. المرحله اللي وراها اجتياز برنامج تدريبي للصحه البدنيه يكون به وزاره التربيه والتعليم. الثالث اجتياز البرنامج التدريبي في استراتيجيات التعليم وفق نظام التعليم. ثلاث حاجات، التقديم شيء وراء الامتحانات اللي هتنظمها المنظمه القياس هنا، وبعدين بعد كده في خطوتين هيتعملوا في الوزاره، واحده مرتبطه بالصحه البدنيه والنفسيه مهمه جدا، واحدة مرتبطة بالبرنامج التدريبي لاستراتيجيات التعليم والنظام الجديد اللي مش عارفين مدرس جديد يحط رجله في الفصل من غير ما يبقى ملم بالنظام الجديد بالكامل. فعشان نضمن احسن خدمة مدارسنا الحكومية المدرسة. فدول الثلاث حاجات. وبس تاني بقول لحضراتكم نبتعد عن من يدعي معرفته بهذه الامتحانات أو معرفته قدرته على الحصول على هذه الوظيفه، يعني ده مش موجود خالص، بس التواصل دول نبعد عنه تماما، والامور هتمشي زي ما الدكتور صالح قال بانضباط شديد. دي اول صفه عاوزينها في المعلمين الاولاد، الالتزام بالوقت والالتزام بالمواعيد والخطه في تنفيذ الامور دي، والامور هتمشي بسلاسه. بس احب اشكر كمان والله زميلي العزيز الدكتور رضا حجازي، هو قاعد يعني بشكرك دكتور رضا والفريق كله في المديريات العمل وفريق العكس، وطبعا فريق في التنظيم والاداره اللي دخلت بقى معايا اسابيع طويله جدا، فده منتج كبير جدا. العكس دايما بنحفزهم. طبعا الشكر